تسعير المنشأ الخرساني من أهم الحاجات اللي بتميز أي مهندس عن غيره. لما يجي حد يسألك يا باش مهندس هو مكعب الخرسانة بيساوي كام، تكون واثق وانت بتكلمه. عشان كده البند ده من أهم البنود وأقلهم شرحا على منصات التواصل الاجتماعي. عشان كده كنا لازم نعمل لك سيشن قوية تغطي البند ده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد الشيخ وأنت بتتفرج على قناة سيفيل انجينيرينج كوميونيتي، والسيشن بتاع النهاردة بعنوان تسعير المنشأ الخرساني واللي بيقدمه الباشمهندس الخلوق محمد ريحان جزاه الله خيرا. كويس، هل سامعيني كويس؟ هل في أي مشكلة؟ واحد بس يقول لي عشان نقدر نبدأ وأحس إن كلكم الصوت كويس جدا وسامعين كويس. الحمد لله الحمد لله. خلاص طيب، خلينا بقى نفضل كده مع بعض قافلين المايكات بتاعتنا وندي السيشن بتاعتنا كويس جدا، وان شاء الله في نهايه السيشن نفتح مايكاتنا واللي عنده اي سؤال انا هكون معاكم تماما. انا بس عايز اقول لكم في البدايه، والله يعني انا حتى بره اسكندريه ومسافر، ورغم كده بنعمل مع بعض السيشن ده علشان اكون موفي معاكم بوعدي وموفي معاكم بالالتزام اللي انا التزمت بيه معاكم، وان شاء الله يبقى سيشن قوي وسيشن محترم وتتبسطوا منه، ويبقى بدايه تعارف جميله لاي حد ممكن ما يكونش سمع مني قبل كده. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم الوقت. احنا النهارده عايزين نتعامل مع بعض ونتكلم يا جماعه عن موضوع التسعير. يعني انا اخترت موضوع التسعير لان موضوع التسعير من الموضوعات اللي يمكن اغلبنا ما عندهوش وجهة نظر عنها، مش عارف لما يحب يبدا في موضوع التسعير هو محتاج يتعامل ايه. طبعا احنا كنا ممكن نتكلم على موضوعات كتير جدا، تنفيذ، مكتب فني، اي شيء، بس انا شفت ان اغلب الموضوعات دي هي اوريدي متوفره واوريدي موجوده بكثره، فانا لما حاجه اكلمك عنها مش هبقى ضفت لك شيء جديد عن اللي انت اوريدي ممكن تلاقيه. لكن لما نيجي نتكلم مع بعض على موضوع التسعير انا هحس ان انا جيت اضفت ليك حاجه حتى ولو بسيطه، بدانا نفتح مع بعض موضوع مختلف نتناقش فيه، تطلع فاهم انا لما احب اتعامل مع التسعير هتعامل ازاي. انا بس استاذنكم كلكم ان الناس تجيب معاها ورقه وقلم، يعني انا هكون سعيد جدا لو انت دلوقتي قمت جبت ورقه وقلم وبدات تكتب ورايا الكلام اللي احنا هنقوله علشان تحتفظ بشويه الكلام ده، لانه مقدمه ان شاء الله تبقى مميزه جدا عن التسعير. تعالوا نبدأ واحدة واحدة مع بعض بقى ونخش في الجد بدون أي نوع من أنواع التطويل. يلا بينا نتكلم ونقول أنا النهاردة لو مهندس وحابب إن أنا أتعامل مع التسعير، أنا عشان أتعامل مع التسعير بتاعي ده وأقدر إن أنا أسعر أي عملية، هو التسعير ده تخصص أنهي مهندس؟ هو ده سؤال لازم تبدأ تسأله لنفسك، أنت النهاردة محتاج تكون تخصص إيه عشان تبقى مهندس تسعير؟ والله لو جينا بنتكلم يعني كلام ليه علاقه بحاجه اسمها الجوب ديسكريبشن، يعني ليه علاقه ان انت توصيف وظيفتك ايه بالملي، لو احنا بنتكلم كلام يعني بالملي، انت هتكون مهندس اداره مشروعات بتبدا تساعد العمليه، وخصوصا او بالاخص تبقى مهندس بتاع العطاءات فتقدر انك انت برضو تساعد العمليه. فمهندس الاداره او المهندس المختص بالتعاقدات ومختص بالعطاءات هو ده اكتر مهندس مهتم بالتسعير. طب افرض ان احنا الشركه بتاعتنا يا باشمهندس ما هياش الشركه الواو قوي او الاوفر قوي اللي هي فيها مهندسين مختصين بالتعاقدات او مهندسين مختصين بالعقود او مهندسين مختصين بالاداره، ساعتها مهندس المكتب الفني هو بيبقى المهندس المختص بالقصه دي وهو اللي بيقوم بعمليه التسعير. طب انا النهارده افهم من كده ان انا لو مهندس اداره او مهندس مكتب فني يهمني التسعير، ولو انا لو اي تخصص تاني ما يهمنيش؟ لا طبعا، انت لو حتى مهندس موقع، مهندس تنفيذ، انت يهمك انك انت تبقى بتعرف تسعر العمليه، مهم جدا ان انت تبقى بتعرف لما يكون في حد هتطلب سعر، هل السعر ده مناسب ولا مش مناسب؟ هل السعر ده هتحصل بيه على المواصفه العاليه اللي انت عايزها ولا مش هتحصل بيه على المواصفه دي؟ يعني انا عايز اقول لك ايه من النهايه، ان التسعير بتاعنا هو مهم لاي نوع من انواع المهندسين، سواء كنت مهندس تنفيذ او سواء كنت مهندس مكتب فني او سواء كنت مهندس اداره مشروعات، في جميع الاحوال انت مهتم كويس جدا انك انت تبقى عارف موضوع التسعير ومتمكن منه. طب واحنا احنا مع بعض، ولنفترض ان انا النهارده عايز ادخل مجال التسعير ده وعايز اكون مهندس قوي في التسعير، او انا عايز عمليه اقدر ان انا اسعرها وعايز ابدا اعرف ازاي اسعر العمليه بتاعتي دي او ازاي اسعر البند بتاعي ده. تعالى نبدا في الاول نقول اول حاجه هتبقى بالنسبه لك مهمه جدا عشان تقدر تسعر اي بند عندك،
اكتب عندك بقى لو انت ماسك ورقه وقلم معايا كده واكتب. اكتب عشان تقدر تسعر اي بند لازم حضرتك تكون بتعرف البند ده ازاي بيتنفذ. المعلومه دي مهمه جدا. قصدي ان انا اقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها دوره تسعير، مفيش حاجه اسمها كورس تسعير، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. امال في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها ان انا عشان اقدر اسعر البند لازم بكون اعرف ازاي انفذ البند ده. وهديك مثال بسيط جدا. هل احنا النهارده لو انا رحت لاي ست بيت وقمت رايح قايل لها والله حضرتك مثلا على سبيل المثال احنا عندنا عزومه ما، فست البيت دي هتقدر ان هي تقوم جايه قايله لي العزومه دي هتكلفك قد كده. طب هي ليه هتقدر تقول لي العزومه دي هتكلفك قد كده؟ لان ست البيت دي عندها خلفيه وعندها خبره ان هي ازاي بتقدر تطبخ الاكل ده. نفس الفكره بالظبط هو الموضوع بتاعنا ده. انت مش هتقدر تكون شاطر في التسعير او تقدر تسعر شيء الا لما تكون حضرتك بتعرف تنفذه. بمعنى ايه؟ انا النهارده اديك مثال بسيط جدا، ولنفترض ان احنا قصادنا بند تسعير ارضيات سيراميك. انا عشان اسعر بند تسعير ارضيات السيراميك ده فانا رقم واحد محتاج ان انا اكون بعرف فرق الفروزات بتاعه السيراميك قد ايه. يعني لازم اكون عارف ان في سيراميك فرز اول، سيراميك فرز ثاني، سيراميك فرز ثالث، وكل واحد من انواع السيراميك دي بسعر. لازم ابقى عارف الناس دي طالبه مني، هل انا هركب السيراميك ده بماده لزق ولا هركبه عن طريق موله اسمنتيه، ما ده ليه سعر وده ليه سعر. لازم اكون عارف الجماعه دول هيطلبوا مني ان انا انفذه بانهي شكل، لان ده ليه اسعار بتاعته. فمهم جدا ان انت تبقى بتعرف ازاي تنفذ البند. من غير ما تقدر تنفذ البند بشكل سليم مش هتقدر تسعر بشكل سليم. يعني يجي واحد دلوقتي يقول لي يا باشمهندس انا دلوقتي ما بعرفش في التنفيذ كويس، هل ده معناه ان انا مش هعرف في التسعير كويس؟ هقول له حتى لو انت حاولت تتعلم التسعير ساعتها هتبقى انت مش بنفس القوه لو انت قوي في التنفيذ. يعني خلاصه الموضوع اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ لازم تقوي نفسك في التنفيذ كويس جدا، لان تقويه نفسك في التنفيذ كويس جدا هي هتبقى بمثابه تقويه النفس على طول للتسعير بتاعتك. يبقى اكتب عندك كده اول حاجه مهمه جدا عشان اقدر ان انا اسعر صح، لازم اكون فاهم البند بيتنفذ ازاي. فدي نقطه مهمه جدا لازم تبقى اخد بالك منها. النقطه الثانيه، عشان انت برضو تقدر انك انت تسعر تسعير كويس جدا لازم حضرتك تكون طول الوقت عارف اسعار المواد والخامات شكلها ايه. والاسعار المواد والخامات دي تقدر انك انت تجيبها بمنتهى البساطه في مواقع على النت تقدر تجيب منها الكلام ده. واكتب معايا لو معاك ورقه وقلم كده في موقع هديهولك ممتاز جدا وهديك الاسم بتاعه اكتبه دلوقتي، موقع اسمه تشوين. موقع تشوين ده موقع لما تكتب على جوجل كده تشوين بالعربي هيطلع لك اسم الموقع، هتلاقي عليه جميع انواع الخامات تقدر انك انت تتعامل بيها. برضو وانت موجود في الموقع بتاعك ابدا انك انت احتفظ باسعار الموردين واسالهم الرمله بكام، الاسمنت بكام، السن بكام، النهارده السيراميك بكام. طول ما انت قادر تشوف اسعار الموردين بتوعك دول طول ما انت هتقدر تبقى عامل ابديت على طول وتقدر انك انت ان شاء الله تشتغل في موضوع التسعير ده كويس جدا. ايه تاني برضو من الحاجات اللي احنا عايزين نبدا نعرفها لما تيجي انك انت تحاول انك انت ان شاء الله تبدا انك انت تسعر؟ لازم تقرا المقايسه بتاعتك. وانا بتصور ان انتوا عارفين يعني ايه موضوع مقايسه. مقايسه اللي هي بيبدا المالك ينزلها لي ويقول لي انا عايز البند ده يشتغل او يتنفذ بالشكل الفلاني. خد بالك ان في مهندسين كتير جدا بيسعروا بدون ما يبقى قرا مواصفه المشروع بتقول ايه. في مهندس بيقدر ان هو تيجي تقول له مثلا سعر متر مكعب الاعمده بكام؟ يقوم رايح مديك سعر، سعر متر مكعب السيراميك بكام؟ يقوم رايح مديك سعر، يقول لك انا بسعر. لا، هو الموضوع مش كده. انت لازم تقرا المقايسه بتاعه المشروع كويس جدا عشان تقدر انك انت تشتغل في التسعير بتاعك كويس جدا. طب هتقول لي يعني انا اقرا المقايسه بتاعتي هستفيد منها ايه؟ واحده واحده وهديك مثال وحاول انك انت تفهم المثال ده معايا. انا النهارده لو داخل اعمل خرسانه مسلحه للاعمده على سبيل المثال، هو الخرسانه المسلحه للاعمده دي هو احنا لما نيجي نتعامل فيها هو مش هيبقى في خرسانه مثلا اجهادها وليكن 350 وخرسانه ثانيه اجهادها 300؟ يبقى انا لما اقرا توصيف البند بتاعي كويس جدا هعرف اجهاد الخرسانه بتاعي شكله ايه، فمن خلال ما اعرف اجهاد الخرسانه ده يفرق معايا في التسعير. يبقى ده هيفرق ولا مش هيفرق؟ بالتاكيد هيفرق. لو مسكت اللوحه وشفت التسليح اللي جوه الاعمده شكله ايه، طبعا التسليح هيفرق معايا ان انا اقدر اسعر كويس جدا. لو النهارده عندي بند تشطيبات يا اخي على سبيل المثال بند النقاشه، هو بند النقاشه ده الخامات
اللي موجودة فيه والبستلات اللي موجودة فيه من الشركات المعينة اللي متوصفة تفرق ولا ما تفرقش؟ يعني النهارده لما امسك المشروع بتاعي والاقيه موصف لي بند النقاشة بتاعي مثلا من شركة جوتن المنتجات بتاعتي، هل هي هتبقى نفس التسعير لو متوصف لي من شركة جي ال سي ولا متوصف لي من شركة سايدس؟ لا طبعا الموضوع هيختلف. بص اللي انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، السيشن دي انت ممكن تظن ان انا مثلا لسه طالب، فانا السيشن دي بالنسبه لي انا كنت احب ان انا اسمع كلام تنفيذي اكتر، انا احب ان انا كنا نمسك سقف ونتعامل معاه اكتر. صدقني الكلام ده اللي هو بتاع التنفيذ هو كلام عظيم جدا ومميز جدا، بس السيشن دي مهمه جدا لان هي هتفتح جواك افكار وهتخليك تنتبه لاشياء ممكن انت ما تكونش خطرت على بالك انك تسال نفسك قبل كده على موضوع زي التسعير ده. فركز معايا في الكلام اللي انا بقوله لك، وحاول ان احنا نعلى تفكيرنا شويه، يعني انا عايزك تنسى تماما انك طالب، تعامل معايا انا بتعامل معاك دلوقتي كانك مهندس متخرج وشغال في شركه، انا مش بتعامل معاك ابدا كطالب، وبتعامل معاك ان انت داخل تسعر عمليه، فبقول لك انك انت درب نفسك من دلوقتي، طبعا انت تستفيد من اللي انا بقوله لك ده ايه؟ انك تبدا بقى تدرب نفسك من دلوقتي انك توصل للمرحله دي، درب نفسك من دلوقتي انك تكون شاطر في التنفيذ، درب نفسك من دلوقتي انك لما تنزل اي موقع تدريب ولا تمسك اي موقع شغل لازم تقول لهم يا جماعه وروني المقايسه انا عايز ادرسها، لان المقايسه دي اللي موجود فيها توصيف البند فلازم تطلبها. في مهندسين بتنزل تشتغل في مواقع ما بتطلبش تشوف اللوحات ولا بتطلب تشوف المقايسات بتاعت المشروع، وبينزل يشتغل كده اللوحه بلوحتها والدور بدوره، طب ما هو ده مصيبه وكارثه. عود نفسك اكتب معايا، انا نفسي الناس تكون بتكتب فعليا، عود نفسك انك انت نازل موقع تدريب، تدريب حتى نازل موقع شغل ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا، تبدا انك انت تطلب لوحات المشروع، لازم تكون مطلع على لوحات المشروع كلها، تبدا انك انت تطلب مقايسه المشروع وتكون مطلع على مقايسه المشروع كلها، كل دي حاجات تخليك مذاكر مشروعك، قاري مشروعك، تقدر تسعر المشروع بتاعك صح. والتسعير ما هواش بالفهلوه، في مهندس تيجي تقول له اسعر متر مكعب الخرسانه بتاعت الاعمده بكام؟ يديك رقم 5000 جنيه. طب انت شفت مواصفه المشروع ده ايه؟ طب شفت الاعمده دي معموله لوحتها ازاي؟ طب يجي تقول مثلا سعر متر اللبشه بكام؟ 5000 جنيه. طب انت شفت اللبشه بتاعتنا دي جواها ايه؟ شفت كميه الحديد جواها ايه؟ شفت الخرسانه اجهادها قد ايه؟ شفت الناس دي طالبين تنفيذها ازاي؟ لازم تمسك لوحاتك وتمسك مقايستك لو انت ناوي تكون مهندس تسعير وتقدر تسعر كويس. هل التسعير يستحق سيشن؟ ما هو ده برضه سؤال مهم جدا، هل التسعير ده يستحق سيشن؟ طبعا يستحق. هي العمليه كلها قايمه على ايه؟ هو سوق المقاولات ده كله قايم على ايه؟ سوق المقاولات ده كله قايم على الربح، ان انا بسعر البند عشان انفذه واكسب منه، فلو احنا بنسعر غلط يبقى القصه من البدايه هتبقى خسرانه فالعمليه هتنتهي، ففكره انك انت تكون بتقدر تسعر كويس ده موضوع مهم جدا، ولاحظ ان دايما مش كل المهندسين بتعرف تسعر، في مهندسين بيعيشوا وقت طويل جدا في الشغل تيجي تدي له عمليه وتقول له سعرها لك بيغرق فيها وبيسعرها غلط وما بيقدرش يسعرها بشكل سليم، رغم ان هو ممكن يكون خبره كبيره جدا، ليه بقى؟ لان هو مش عارف اساسيات التسعير اللي انا قاعد بقول لك عليها دلوقتي، تفهم تنفيذ كويس جدا، تقرا مقايسه المشروع كويس جدا، تبقى طول الوقت عندك ابديت باسعار الخامات، الرمله النهارده بكام؟ الاسمنت النهارده بكام؟ السن النهارده بكام؟ متر السيراميك النهارده بكام؟ في مهندسين فراوده وهو نازل بيتمشى، بيخرج يلاقي معرض سيراميك هو اللي عاوز يشتري سيراميك ولا السيراميك ده داخل دماغه، يروح ياخد لفه في 10 دقائق، ليه؟ اسعار السيراميك وصلت قد ايه؟ اسعار البورسلين وصلت قد ايه؟ الاجهزه الصحيه وصلت قد ايه؟ يروح يعدي على مش عارف كذا، انا عايزك تبقى بالشكل ده، دايما خليك عندك ابديت وحساسيه الاسعار وصلت قد ايه؟ عشان لما تيجي النهارده تقوم رايح مدي سعر يبقى انت بتدي سعر كويس. طيب ايه تاني برضو من الحاجات اللي انا لازم اكون عارفها؟ خد بالك انا قلت لك لازم تكون عارف تنفيذ كويس جدا، انا عايزك بقى تكون عايز عارف مكتب فني كويس جدا. هتيجي تقول لي يا هندسه انت دلوقتي بتقول لي بقى عشان انا اكون بعرف تسعير اكون متعلم تنفيذ ومكتب فني؟ ايوه يا باشمهندس، امال ايه؟ امال انت فاكر ان احنا هنمسك العمليه بتاعتنا نروح نحط سعر كده ونشتغل في العمليه ويا صابت يا ثابت؟ الموضوع مش كده. يبقى انا النهارده لما باجي بكلمك عن التسعير فانا بكلمك عنه عشان انت تبدا تعد نفسك انك انت تبدا تقول اه والله انا عايز اكون فاهم تنفيذ كويس وعايز اكون فاهم مكتب فني كويس. هو المكتب الفني ده ايه الحاجه اللي انا عايزها منه؟ اعرف احصر، اعرف طريقه الحصر شكلها ايه. وهديك مثالين صغيرين جدا وانت قاعد دلوقتي معايا هتبدا تكتشف ان المثالين دول حقيقيين وان فعلا لو انت مش مطلع عليهم انت ممكن تغرق في التسعير. تعال واحده واحده مع بعض يا سيدي، احنا مش مستعجلين.
لو انا النهارده عندي منشا، المنشا ده ابعاده 20 متر في 20 متر، هل في اي ازمه في القصه دي؟ حلو جدا. اي منشا في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم واحنا شغالين فيه هنقوم رايحين عاملين له عمليه الحفر بتاعه، بند الحفر. نزلنا حفرنا، بص ركز بس معايا في المثال ده لانه مثال مهم جدا، حفرنا 20 في 20. لما بنيجي نحفر ال 20 في 20 دول هندسه، احنا ما بنحفرهمش 20 في 20، امال احنا بنحفرهم كام؟ بنعمل شويه رفرفه يمين، يعني بنحفر زياده يمين، بنحفر زياده شمال، بنحفر زياده قدام، بنحفر زياده ورا. ليه؟ لازم احفر ازيد من المنشا بتاعي عشان اعرف اشد الشده بتاعتي واثبتها كويس. امال هثبتها ازاي؟ يعني على الرمله بتاعتي، فطبعا الموضوع ما بيبقاش كده. تعالى بقى اسالك سؤال مهم جدا ونشوف معايا قد ايه الاسئله دي خطيره جدا. انا النهارده لما اجي اسعر بند الحفر ده، هل انا اسعره على الكميه اللي انا هحفرها تحت ال 20 متر في ال 20 متر بس، ولا انا اسعره باللي انا حفرته فعليا على الطبيعه شامل الرفرفه؟ يعني مثلا لو رفرفت متر يمين ومتر شمال، متر قدام ومتر ورا، يعني انا بتكلم 22 في 22. انا بقى لما اسعر الكميه اللي انا هحفرها، هل الكميه دي 20 في 20 ولا 22 في 22؟ انا هقول لك على نقطه خطيره جدا. في مهندس ممكن يقول لك لا طبعا يا هندسه، ده انا هسعر ان انا هحفره على الطبيعه طبعا، امال ايه؟ انا هسعر على ان انا هحفر 22 في 22، صح ولا لا؟ انا عايز اقول لك ان المهندس اللي بيسعر بالشكل ده للاسف الشديد، شكرا، ده يعني لبسنا احنا لبسه جامده جدا، لان هو دخلنا في حيطه سد، لان المالك هيحاسبك على اللي تحت المنشأ بتاعه، اللي مالك ملوش علاقه بالرفرفه، وانت المفترض تحمل السعر اللي انت عملته على سعر المتر اللي عندك. انا مش عايز الخبطك، بس يعني ايه، مش عايز يعني ايه، حابب ان انا ما اكونش بقول كلام كبير بس الكلام بيجيب بعضه. يعني انا اقصد ايه، انت لما تيجي مثلا هتحفر فعليا 22 متر في 22 متر، فانت ساعتها هتقول يا سيدي ان انا هحط متر الحفر ب 30 جنيه، لان هو المتر ب 30 جنيه. لكن لو الراجل هيحاسبني على 20 في 20، لو انا حطيت سعر المتر برضه 30 جنيه يبقى انا كده خسران، لان اللي انا عملتهم زياده ما حاسبهمش عليه. امال انا لازم اكون عارف المعلومه دي، فخلي بدل ما المتر ب 30 ب 35 ب 36 ب 38. ده اسمه تحميل السعر، يعني الحاجه اللي على الطبيعه عندي اللي انا عملتها بحملها على السعر اللي الراجل هيحاسبني عليه. دي مش قصتنا، ده شغل احنا بنشرحه في كورسات المكتب الفني بشويش، وده مش موضوعنا ان احنا نبدا نقوله النهارده في سيشن. السيشن احنا بنفكر وبنفتح دماغنا، وانت بتطلع من السيشن عندك مجموعه افكار. اللي انا اقصده ايه؟ لو انت مش عارف المالك هيحاسبك ازاي، حضرتك هتبدا تغرق. ما انت لازم هتغرق. ليه هتغرق؟ انك انت هتبقى بتسعر على اطار ما، تروح المشروع تلاقي المالك بيقول لك لا يا هندسه والله احنا مش ده طريقه الحساب بتاعتنا، نبدا نمسك في خناق بعض. اديك مثال تاني؟ تعالى نديك مثال تاني. الخوازيق على سبيل المثال، الخازوق ده بيتصب من سطح الارض الطبيعيه، يعني هنقول ده الافريج بتاعه، ده يعني ايه السائد بتاعه. فانا بصبه من سطح الارض الطبيعيه لغايه ما بنزل للمنسوب اللي تحت اللي انا عايز انزله، سالب 16 سالب 20 وهكذا. شوف بقى القصه الخطيره دي، انت لما تيجي تحصر الخوازيق فعليا، الناس تقول لك حصر الخوازيق ده مش من سطح الارض الطبيعيه لغايه تحت. امال حصر الخوازيق ده منين؟ من تحت الاساسات المسلحه لغايه تحت. شوف دي معلومه حصر كميات مكتب فني. فانت تيجي تسعر الخازوق بتاعك على ان المالك هيحاسبك من سطح الارض الطبيعيه، تيجي تلاقي انك بقولك لا يا باشمهندس اقرا وصفتك، احنا بنحاسبك من تحت الاساسات، يعني في مثلا بتاع حوالي 3 4 متر انا نفذتهم والراجل مش هيحاسبني عليهم. نغرق، نخسر، الموضوع يبدا يخسرنا ويبدا يضيعنا. هل هنا الملك ده نصب عليا؟ يعني الملك ده نصب عليا، اشتغلني هو ولا اشتغلك ولا نصب عليك، بس حضرتك كمهندس مش عارف حصر الكميات بيحصل ازاي. فلان حضرتك مش عارف حصر الكميات بيحصل ازاي، لازم هتلاقي نفسك بتسعر غلط، فنرجع بقى نزعل ونتضايق ونتخانق مع بعض. اديك مثال اخير عشان نثبت المعلومه، ارتفاع العمود. ارتفاع العمود، انا عاوز احصر خرسانه الاعمده بالمتر المكعب، خرسانه العمدان بالمتر المكعب. انا يعني عارف ان انتوا اخدتوا سيشن مميزه جدا عن الاعمده، واكيد انتوا لاقطين معايا اللي انا بقوله، ان انا لما بحصر العمود بحصره بالمتر المكعب، طول في عرض في ارتفاع. طب طول العمود وعرض العمود ده موجود في اللوحه عندي، عمود 30 في 60، عمود 40 في متر، عمود ايا ما يكن. هو مين اللي احنا هنختلف عليه؟ اللي احنا هنختلف عليه ارتفاع العمود. بص انا هسالك كذا سؤال دلوقتي، وانت قول لي وجهه نظرك شكلها ايه، او قولها في دماغك حتى. هل انا لما احسب ارتفاع العمود بحسبه من ظهر الخرسانه لبطنيه السقف؟ ولا بحسبه من ظهر الخرسانه لبطنيه الكمره؟ ولا بحسبه من ظهر الخرسانه لظهر السقف؟ يا نهار ابيض، دول ثلاث اختيارات.
وثلاث اختيارات بثلاث ارتفاعات. فانا لو حسبت ارتفاع العمود من ظهر الخرسانه لبطنيه الكاميرا ده ارتفاع، ومن ظهر الخرسانه لبطنيه السقف ده ارتفاع، ومن ظهر الخرسانه لظهر السقف ده ارتفاع. طب انا النهارده وانا قاعد بسعر عمليتي اقعد اعمل كده اهرش بقى في راسي واقول يا ترى الراجل هيحاسبني على ايه؟ لا طبعا الموضوع ما بيحصلش بالمنظر ده. امال انت لازم تكون عارف ايه؟ انت لازم تكون عارف الارتفاع بتاعك السليم شكله ايه اللي انت هتسعر له. فاكتب عندك دي معلومه بنقولها، الكلام بيجي ببعضه يعني، برضه احنا بنقول كلام عن التسعير بس برضه لو لمسنا في معلومه اقولها لك بقى. اكتب عندك ان ارتفاع العمود دايما اللي احنا بنحصره من ظهر الخرسانه لبطنيه السقف، من ظهر الخرسانه لبطنيه السقف ده ارتفاع العمود بتاعه. سواء كان عندي كاميرا ما عنديش كاميرا، ارتفاع العمود دايما من ظهر الخرسانه لبطنيه السقف. فخلي بالك ده معناه انك انت لو مش عارف المعلومه دي هتلاقي الدنيا باظت منك، وهتلاقي الدنيا ما اتعملتش بشكل كويس، وهتلاقي الموضوع بدا يفلت وبدات برضه تسعر غلط. فاحنا لغايه دلوقتي قلنا شويه اساسيات حاول تشتغل فيهم على نفسك. انا عارف ان في ناس قاعده دلوقتي مهتميه وماسكه ورقه وقلم وقاعد بيكتب انا عشان اكون مهندس تسعير قوي او اكون مهندس اداره قوي، فالراجل محمد رحام ده بيقول لي اذاكر تنفيذي يبقى انا هبدا اتك على التنفيذ. اه ده بدأ يلفت نظري ان الحصر صحيح مهم، ده انا ما كنتش اخد بالي من المعلومه دي، ده انا كنت فاكر ان الحصر ده مهم للحصر، ده طلع فعلا الحصر يفرق معايا في التسعير، يبقى انا محتاج ابقى افهم موضوع الحصر. ده الراجل ده بدأ يقول لي ان انا لازم لما اخش مشروع اقرا مقايساته، ده انا كنت فاكر ان الاسعار موحده، السيراميك بكذا واحنا شغالين في الافريج، النقاشه بكذا واحنا شغالين، ده طلع الموضوع مختلف، يبقى انا اخد بالي منه. ده الراجل بيقول لي لازم يكون عندي داتا بالاسعار بتاعت الخامات، يبقى انا احاول اخد ارقام موردين، اخد ارقام صناعيه، اخد ارقام ناس بتتعامل، افتح النت، افتح الموقع اللي بيقول لنا عليه بتاع التشوين ده وابدا اطلع عليه، يبقى احنا بدانا ناخد بالنا القصه ماشيه ازاي. ايه تاني برضو انا محتاج اعرفه عشان اقدر اسعر كويس؟ هل انت مش مهندس لما تاخد مشروع المشروع ده في وسط البلد زي ما تاخد مشروع متطرف، زي ما تاخد مشروع في العاصمه الاداريه، زي ما تاخد مشروع في العالمين، هل موقع المشروع ما بيفرقش؟ يعني المشروع اللي لازق في بيوت الصنايعيه انا الصنايعي هيحاسبني مصنعيته زي لما اخد الصنايعي واصفره واقعده في مكان بره، ولا اجيب له سكن، ولا يروح مشوار رايح جاي في اليوم قد كده؟ يبقى اذا انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان موقع المشروع بيفرق جدا 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 معانا واحنا شغالين، فدي حاجه انت لازم تاخد بالك منها في التسعير. يبقى ما يجيش واحد يقول لك يا هندسه هو متر الكذا بكام؟ قول له الموقع بتاعك فين؟ ومن خلال الموقع ده يفرق معايا في التسعير كويس جدا. لازم ابدا اعرف الموضوع ده كويس وابدا اعرف موقعي فين. فاكتب عندك لو انت بتكتب ورايا ومهتم ان انا محتاج لما ابدا اسعر اعرف موقع المشروع بتاعي فين، لان اختلاف الموقع ممكن يعمل اختلاف في السعر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان مفيش تسعير بالفهلوه، ده معناه ان مفيش تسعير كده تلقائي واحنا ماشيين بالمنظر. ايه تاني بقى؟ وركز في النقطه دي لان النقطه دي في غايه الاهميه. عشان تقدر تسوق، خلي بالك الكلام ده ما هوش بس للتسعير، الكلام ده هو كلام في المطلق وانت بتقدر تتعامل كمهندس، لان الهندسه فيها اداره، واللي انا بكلمك ده كلام اداره. يعني انت مش عشان تكون مهندس قوي بس انت تبقى فنياتك قويه، انت عشان تكون مهندس قوي لازم تكون فنياتك ان شاء الله قويه، وده اللي انت قاعد بتطور نفسك فيه، ولازم انت تكون مهندس عندك سنس الاداره، فاهم الموضوع بيدار ازاي. فاللي احنا قاعدين بنتكلمه ده سنس الاداره، ازاي اقدر ادير القصه. فركز معايا وحاول تاخد النهارده انت بتزود حاجات عندك للاداره كده، بتزود سنس الاداره عندك. انا النهارده لما امسك بند لازم افرق هو انا بنفذ البند ده ذاتي ولا بنفذ البند ده من خلال مقاول باطن. هيجي واحد يقوم رايح قايل لي ايه ده؟ يعني ايه ذاتي ويعني ايه مقاول باطن؟ انا مش فاهم. لا تعالى نفصصها مع بعض. نفترض مثلا ان انت في شقتك بتشطبها، فجبت ناس بتوع مبيضين محاره عشان يبداوا يشتغلوا لك ويمحروا لك الشقه بتاعتك ويعملوا لها محاره كده، وتبدا انك انت ايه تنسى بقى الطوبه الحمراء وتبقى محاره الشقه. عندك اوبشن من الاثنين، ان انا الو المقاول عم كريم فلان المبيض، هقوم رايح مكلم عم كريم المقاول اقول له عم كريم تعالى شقتي محرها لي او بيضها لي، فالراجل هيقول لك المتر بكذا، وعم كريم ده هو اللي بيجيب صنايعيته وبيجيب ناسه وبيجيب قصته وبيبدا ان هو يتعامل معاه، خلاص ده راجل مقاول محاره بيبدا يتعامل. او انا ممكن انفذ البند ذاتيا. يعني ايه انفذ البند ذاتيا؟ يعني ان انا ابدا اجيب انا عمال محاره واحسبهم باليوميات. ده يفرق في السعر؟ طبعا يفرق في السعر. هتقول لي طب اديني مثال تاني اقدر افرق بيه ما بين تنفيذ البند ذاتي وما بين المقاولين. بند الحفر، ممكن حضرتك تقوم رايح جايب مقاول حفر
ياخد ساعه للمتر المكعب حفر قد كده وانت ريحت نفسك. وممكن حضرتك تقوم رايح مأجر حفار ومأجر لودر ومأجر مساح ومأجر 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 ناس تنفيذ البند ذاتيا. يبقى اذا انا ممكن انا اللي انفذ البند ذاتي، او ممكن انا اجيب مقاول باطن هو يشيل الليله. احنا كمهندسين عارفين معلومه مهمه جدا كده، المهندس بيجيب مقاول يشيل الليله. احنا كمهندسين ما بنروحش نلم صنايعيه ونقعد نفصص الموضوع ونبني وراهم عشان نخليهم يشتغلوا الشغلانه، انت ما بتعملش كده، ولا حتى في شقتك تعمل كده. ما تروحش تجيب خمس ست صنايعيه وتقول لهم يلا يا جماعه باليوميه. انت بقى كمهندس انت فاضي تقعد تصحى الصبح انتوا اتاخرتوا ليه وجيتوا ليه ومشيتوا امتى وطولتوا في البريك وريحتوا في الغداء؟ مش قصتك. انت قصتك بتجيب مقاول هو اللي بيشغل الصنايعيه بتاعته. خلاصه الموضوع اللي انا عايز اقوله لك انك لازم تفرق. في ناس بتتصور ان انا لو جبت صنايعيه انا كده هوفر. هو نظريا هتوفر بس عمليا مش هتوفر، يعني مش هتعرف تدير الصنايعيه دي. وانت مش دورك انك انت تمسك عصايه وماشي وراهم الساعه 7 جت ولا ما جتوش الساعه 4. فعايزين نبدا ناخد يا جماعه انا معلش انا معاكم اهو. فانا عايزك تاخد بالك من القصه دي، ان تنفيذ البند ذاتيا يختلف اختلاف تام عن تنفيذ البند من خلال مقاول باطن. طيب يبقى دي معلومه خد بالك منها، وانا بديك نصيحتي انك انت نفذ البند دايما من خلال مقاول. ما تطمعش وتقول انا هجيب صنايعيه وهشغلهم، هات لو جبت صنايعيه وشغلتهم مش هتقدر تشغلهم بشكل سليم. ايه تاني برضو من الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها؟ لازم اخد بالي ان في غلاء اسعار طول الوقت، فدي نقطه مهمه جدا. يبقى انا لما اجي اسعر لازم اجيب اضيف نسبه مئويه حتى ولو 5% نسميها 5% ريسك. ايه ال 5% ريسك؟ وارد يا اخي الدنيا تغلى، وارد يا اخي الاسعار بتغلى، ده مش وارد، احنا هنا في مصر الدنيا كلها بتغلى، فما ينفعش انا ابقى مغمض عيني وقاعد شغال فقط لا غير على اسعار النهارده وابدا الاقي الدنيا بتاعتي بايظه ومش كويسه والاقيها غلت عليا فببدا اخسر. فتوقع غلاء الاسعار وارتب عندك كده توقع غلاء الاسعار. برضو في نقطه خطيره جدا وعايز اقول لك عليها، وبرضو بس دي من النقط الايه اللي هي متقدمه شويه، فانا هقولها لك وحاول تفهمها مني. اكتب عندك كده برضو لو انت بترتب عدم الوقوع في خطا التسعير غير المتزن. بس اكتب تاني كده معلش انا هفصصها لك واحده واحده باسلوبنا بشويش هنفصصها مع بعض. عدم الوقوع في خطأ التسعير الغير المتزن. يعني ايه بقى التسعير الغير المتزن ده؟ زمان المقاولين لما كانوا بيخشوا عملية، اي عملية مكونة من عدد من البنود، يقوم جاي الراجل ده لم مكسبه كله وحطه في اول كام بند، يلم المكسب كله يقوم جاي لم كده وحطه في اول كام بند عشان في اول شهور من العملية يلم مكسبه كله ويبدأ يكمل معاه كل بند يا دوبك جايب تكلفته. بعد فترة الموضوع ده أصبح من الأخطاء الشائعة اللي الحكومة بقت بتلغي العطاءات عليها. يعني مثلا إيه؟ يعني أنا النهاردة قاعد في لجنة والحكومة بتبدأ تقيم عرض السعر اللي أنا مقدمه. أول ما يلاقوني عامل تسعير غير متزن، يعني أنا مدي بنود، يعني مثلا أديك مثال عشان تفهم يعني إيه تسعير غير متزن. يعني مثلا بند الحفر إحنا عارفين أنت تكلفته 30 جنيه، مثلا على سبيل المثال. فانا حطيته ب 32، انت حطيته ب 35، ده حطه ب 36، في النهايه احنا بندور حوالين رينج بكل واحد ربحه مختلف. لكن مش معقول انا حاطط 30 وانت 32 واحد 35 في واحد ثاني حاطط لنا 180 جنيه ده بند الحفر ونقول اصل عادي مش ازمه. لا، هنا بقى ده اسمه التسعير الغير متزن. هما كانوا بيعملوا كده، يحطوا في اول كام بند اسعار كبيره جدا علشان بعد كده يقوموا رايحين لمين المكسب كله ويقعد يكمل معاك بقى زهقته ما زهقتهوش، دي مش دي القصه بتاعته. فخلي بالك من الموضوع ده، ان احنا عايزين طول الوقت ما نقعش في خطا التسعير غير المتزن. امال تسعيرنا يبقى ايه؟ لا، تسعيرنا يبقى تسعير متزن على جميع البنود، بضيف هامش الربح بتاعي في حدود 30% للبند الواحد وبقدر اتعامل. ايه تاني برضه من الحاجات اللي انا حتى انا بص انا كاتب لك ورقه كده فيها الاشياء عشان ما انساش اي حاجه، وعود نفسك حتى انت في شخصيتك كده انك انت لازم تكتب الحاجات اللي عندك، لازم تكتب الحاجات اللي وراك، لازم تكتب الحاجات اللي انت عايز تعملها. انا ممكن اقول لنفسي ما انا محاضر وهتكلم من دماغي وهقدر اقول، لا بس ده مش اداره. اداره ان انا لازم يبقى معايا ورقه، الورقه دي ده انا عاوز اتكلم في النقطه دي واتكلم في النقطه دي واتكلم في النقطه دي واتكلم في النقطه دي، فانا اخلص معاك ابقى حاسس ان انا راضي لان كلمتك في كل النقط اللي انا عايزها. الورقه والقلم مهمين جدا، وانك ترتب
افكارك دي اشياء مهمه جدا. برضه من الحاجات اللي تاخد بالك منها وانت بتسعر الجدول الزمني، في ناس بتنسى موضوع الجدول الزمني ده خالص خالص، بينسى الموضوع ده تماما. لا ما تنسهوش، لو انا عايز اخلص شقه في 10 ايام اكيد هصرف عليها اكتر لما انا لو عايز اخلص شقه في شهر، اكيد هصرف عليها اكتر من انا لو معايا براح 6 7 8 شهور. يبقى اذا اشوف الناس طالبه مني العمليه دي تخلص في وقت قد ايه، ثم من خلال اللي هم طالبينه مني ده ابدا ان انا اقيم. وكل ما مده العمليه بتقل فده معناه ان احنا هنضغط عماله، ده معناه ان احنا هنضغط شغل، ده معناه ان احنا هنصرف اكتر. يبقى انا لازم سعري يبقى متوازن مع القصه. ولازم تقرا طول الوقت ورقيات المشروع بتاعتك وتبدا تشوف الناس كاتبه مواصفات المشروع شكلها ايه، ايه الشروط اللي هم عاملينها، ايه الحاجات اللي هم عايزيني ابدا اتعامل معاها. فده بالنسبه لنا شويه معلومات عامه كده عن التسعير. طيب انا هاخدك دلوقتي لنقطه بسيطه جدا، ايه هي؟ فتيجي نعمل مثال كده خفيف كده قبل ما اسمع اسئلتكم. لو احنا عايزين نسعر بند الخرسانه، بص انا هكتب جنبي اهو بند الخرسانه المسلحه، بند خرسانه مسلحه كاتبه هنا اهو، وعايز ابدا اسعره معاك ونكتب مع بعض البند. اكتب ورايا كده البند. عشان ابدا اسعر بند الخرسانه المسلحه انا لازم افهم ان تسعير اي بند في الدنيا هو بالنسبه لي مكون من ثلاث اشياء. ايه هم الثلاث اشياء دول؟ رقم واحد اكتب كده التكلفه المباشره، رقم اثنين التكلفه غير المباشره، رقم ثلاثه الربح. انا كاتبهم عندي. طبعا انت مش شايف حاجه، انا كاتبهم لك بس انت مش شايف، بس انت حاسس ان انا كاتب، وطول ما انت حاسس ان انا كاتب احنا مبسوطين. يبقى انا هنا عندي ثلاث حاجات: التكلفه المباشره اللي احنا بنسميها بالانجليزي دايركت كوست، دايركت كوست، وعندي التكلفه الغير مباشره اللي هي اندايركت كوست، وعندي الربح اللي انا بكسب بيه. انا بعمل ايه معاك دلوقتي؟ انا بعمل دلوقتي ان انا بدات اناقشك في اساسيات، فماجي بطبق معاك على بند، والبند اللي احنا هنطبق عليه لو انت فهمته كما كل البنود الموضوع بالنسبه لنا ما فيهوش اي مشكله، فركز بس معايا شوف البند بيقدر ان هو يتعامل ازاي. تكلفه مباشره يعني ايه؟ تكلفه مباشره يعني الحاجه اللي داخله في تنفيذ البند ده بالظبط فعليا. يعني بند خرسانه مسلحه ينفع استغنى عن الاسمنت؟ لا طبعا. ينفع استغنى عن الرمله؟ لا طبعا. ينفع استغنى عن النجار المسلح؟ لا طبعا. طبعا. ينفع استغنى عن الحداد؟ لا طبعا. كل الاشياء الاساسيه اللي دخل بالك عشان ال 10 دقايق اللي احنا داخلينهم دول ولا الربع ساعه دول فيهم شويه معلومات تنفيذيه، فده بقى مش كلام احنا بنتكلمه كده وخلاص، لا هتاخد كم معلومه. فلو انت بتكتب ركز ركز عشان هتلاقيني في النص بقول لك كم معلومه كده. فطبعا ده معناه ان انا عندي شويه حاجات اساسيه داخله في تنفيذ البند لازم اخد بالي منها، ما اقدرش استغنى عنها، ما اقدرش اقول انا هعمل خرسانه بدون اسمنت، فالاسمنت تكلفه مباشره. ما اقدرش ان انا اقول اعمل خرسانه مسلحه بدون حديد، فالحديد تكلفه مباشره. ما اقدرش ان انا اقول هعمل خرسانه مسلحه بدون حداد، يبقى الحداد تكلفه مباشره. يبقى التكلفه المباشره هي عباره عن ايه؟ كل شيء داخل في تكلفه البند ما اقدرش استغنى عنه. زي ايه؟ زي الخامات، زي المصنعيات، زي المون، زي المعدات، زي النقل، زي التشوين، كل دي تكلفه مباشره. زي الاختبارات المعمليه، طب ما بند الخرسانه المسلحه ده مش باخد مكعبات، مش بعمل اختبار اسمه سلامب تيست لو انتوا فاكرين، فدي حاجات انا بعملها. مش هروح اقول للراجل المالك معلش اصل انا ما عملتش في حسابي المكعبات فسامحني بقى اعذرني المره الجايه، هيقول لي ماليش دعوه لازم تعملها لي. يبقى دي حاجات هتتعمل، دي تكلفه مباشره. ايه تاني بقى؟ التكلفه الغير مباشره. التكلفه الغير مباشره يعني ايه؟ هو احنا شغالين كده المشروع ماشي مع نفسه؟ مفيش مرتبات بندفعها لمهندسين؟ مفيش مرتبات بندفعها للنقل بتاع المهندسين؟ ما عندناش سكن؟ ما عندناش ايجار المكتب بتاعنا او الشركه؟ ما عندناش ميه؟ ما عندناش نور؟ ما عندناش كهرباء؟ ما عندناش كل الحاجات دي مش موجوده معانا؟ دي اسمها تكلفه غير مباشره، يعني انا بدفع الحاجه وبطلعها من جيبي وبخدم بيها على المشروع، بس هي مش داخله في بند في عينه، هي بتلم على المشروع كله، بتخدم على المشروع بالكامل، دي اسمها التكلفه الغير مباشره. يبقى انت اكيد فاهمها واكيد فاهم انا اقصد ايه، فمش محتاجين ان احنا نعيد الكلام تاني. ثم بقى انا مش همسك المشروع ده احط عليه تكلفه مباشره واحط عليه تكلفه غير مباشره واعمله لله وللوطن، انا عايز اكسب فبربح بقى، فانا ربحت. الفكره انك انت لما تيجي تسعر اي بند بتحسب تكلفته المباشره هتكلفني كام، ثم التكلفه الغير مباشره والربح دي ما بنحسبهاش، امال دي بنعمل ايه؟ بنضيفها كنسبه مئويه. يعني انا بقول مثلا بند الخرسانه المسلحه هيكلفني 100 جنيه،
هيكلفني 100 جنيه، واقف عليا ب 100 جنيه، خلاص انا هبيعه او انا هديه او انا هاخده او انا هنفذه ب 130، يبقى انا ضفت 30 جنيه الربح والتكلفه الغير مباشره. فالتكلفه الغير مباشره والربح الناس اللي هتيجي تحسبها، ما بتقعدش بقى تمسك ورقه وقلم وتقول ايه والشقه اللي مأجرينها للمهندس بكام، والعربيه النقل بنزينها واقف بكام، ودفعنا النهارده ميه لا ما فيش القصه دي، ما مش هنخلص. امال الناس بتعمل ايه؟ تاخد التكلفه غير مباشره والربح الاثنين مع بعض نضربهم في الخلاط يطلعوا لنا نسبه مئويه. النسبه المئويه دي بتدور في رينج ال 30%، انت بقى وشركتك بتقللوها كترتوها زودتوها، دي الرينج الافريج بتاعنا ال 30%. هل في اي ازمه في الموضوع ده؟ يبقى انا النهارده لو تكلفتي وقفت عليا ب 100 جنيه، يبقى انا هاخده ب 130، يبقى انا كده زودت التكلفه المباشره والربح، يبقى انا الغير مباشره والربح، يبقى الدنيا زي الفل. طب ما تيجي نطبق على بند الخرسانه المسلحه واحده واحده. بند الخرسانه المسلحه ده اكتب عندك كده الخلطه دي، ولازم تبقى عارف الخلطه دي، ان المتر المكعب خرسانه مسلحه، كل متر خرسانه مسلحه بيتكون من 8 من 10 متر مكعب سن، و4 من 10 متر مكعب رمله. كل متر مكعب خرسانه مسلحه دي مكوناته 8 من 10 متر مكعب سن و4 من 10 متر مكعب رمله زائد 350 كيلو جرام اسمنت، يعني بحط 7 شكاير اسمنت، الشكاره 50 كيلو، يبقى لما اقول لك 350 كيلو يبقى بنحط 7 شكاير اسمنت، وبنحط نصهم ميه 175 لتر ميه. 175 لتر ميه، يبقى دي خلطتي اللي بعمل بيها الخرسانه. يبقى اقولها لك تاني، بجيب 8 من 10 متر مكعب سن، ما بجيبش متر سن كامل، 8 من 10 بحطه جنبي، وازود عليه 4 من 10 متر مكعب رمله، فالاثنين مع بعض، وافضي عليهم 7 شكاير اسمنت، واحط نصهم ميه 175 لتر ميه، دول عملوا لي الخرسانه المسلحه. يبقى انا هل اقدر اسعر الخرسانه المسلحه دلوقتي المكونات دي عامله ايه؟ اقدر اسعر طبعا. ازاي؟ بالمنطق، خليك معايا كده، ايه سنسك عالي. متر السن ب 100 جنيه يبقى 8 مثلا على سبيل المثال، متر السن ب 200 جنيه، ما تركز معايا في الاسعار يعني. احنا بندي مثال، متر السن ب 200 جنيه يبقى 8 من 10 هيعملوا معايا مثلا وليكن 160 جنيه. يبقى انا عارف ان سعر الخرسانه المسلحه اهو هتكلف سن 160 جنيه. متر الرمله ب 100 جنيه يبقى ال 4 من 10، ما انا متر ب 100 جنيه بس انا ما بدخلش متر كامل في الشغل عندي، انا بدخل 4 من 10، يبقى عندي 40 جنيه رمله. عاوز 7 شكاير اسمنت، قول يا سيدي ال 350 كيلو دول عاملين 350 جنيه، يبقى 350 جنيه اسمنت على اعتبار التن ب 1000 جنيه. عايز 175 لتر ميه عاملين 20 جنيه الكلام ده، يبقى انا لو جمعت ال 160 سن وال 40 رمله وال 350 اسمنت وال 20 ميه، يبقى انا هلاقي نفسي جبت الخلطه بتاعت الخرسانه قد ايه؟ انا عايزك تفهم، انا عايزك مش قاعد، احنا مش في امتحان ولا انت داخل امتحان وعايز تعرف طريقه الحل، حاول افكارنا تكبر، احنا ما بنقولش دلوقتي طريقه حل، احنا دلوقتي بنفكر مع بعض القصه مع بعض، ان احنا بنفكر ازاي الامر بيتعمل. يبقى الراجل ده يبقى انا عشان اقدر اعرف تسعير اي بند بجيب مكوناته واشوف كل مكون سعره ايه، سعره ايه، سعره ايه، سعره ايه. يبقى الراجل ده لما كان بيقول لي في اول السيشن لازم اكون عارف الخامات بتاعتي اسعارها ايه، ما كانش بيشتغلني وما كانش بيقول كلام في الاونطه وما كانش بيحرق وقت. ده فعلا انا لازم اعرف اسعار الخامات عشان اقدر اعرف السن ايه هو، واقدر اعرف الرمله ايه هو، واقدر اعرف الاسمنت ايه هو، واقدر اعرف الميه ايه. ثم بعد كده عندي ايه كمان؟ حديد تسليح. يبقى انا عندي حديد تسليح لازم اضيفه، مش دي خرسانه مسلحه، يبقى اضيف حديد التسليح. حديد التسليح ده واكتب معايا بقى المعلومه دي، حديد التسليح بتاعنا عشان تقدر تجيب كميته في المتر المكعب خرسانه، عشان تقدر تجيب كميته في المتر المكعب خرسانه، لازم تمسك اللوحه بتاعتك وتبدا تدرسها وتعمل لها شوب دروينج عشان تقدر تعرف فعلا انا محتاج حديد تسليح قد ايه. اعمل لها شوب دروينج، بكلمك على اعمل لها شوب دروينج. يعني ايه اعمل لها شوب دروينج؟ يعني اعمل لها تفريط حديد واعرف مكوناتها قد ايه. هو الشوب دروينج ده من اختصاص مين؟ الشوب دروينج ده من اختصاص مهندس المكتب الفني. يلا بينا. يعني الراجل محمد ريحان ده في اول السيشن لما قال لي لازم تتعلم مكتب فني عشان تقدر تشتغل تسعير، ما كانش بيخدعني وما كانش بيحرق وقت وطاقه. يبقى انا فعلا ده انا لازم اكون عارف شغل المكتب الفني عشان اقدر اعمل
شوب دروينج لتفريد حديد للوحه بتاعتي، فاقدر اعرف فعلا انا هتكلف حديد تسليح قد ايه. فاهمين يا جماعه الفكره؟ يبقى المقدمه الاولانيه دي كانت مقدمه مهمه عشان تعد نفسك للتسعير. انا بديك مثال حقيقي اهو، ومن خلال المثال الحقيقي ده الكلام اللي احنا قلناه بحاول ان انا اطبقه معاك. طب افرض يا باشمهندس انا ماشي مع واحد صاحبي، مع واحد قريبي، حد بيقول لي هو المتر المكعب الخرسانه فيه قد ايه حديد تسليح؟ الراجل يعني بيقول لي كلمه رينج كده، عايز ياخد معلومه كده، احنا الصبحين يعني ننفذ بكره، بس الراجل عاوز يعرف رينج. اكتب عندك، اكتب عندك ان كل متر مكعب خرسانه مسلحه تقريبا فيها 80 كيلو حديد. كل متر مكعب خرسانه مسلحه تقريبا فيها 80 كيلو حديد. الرقم ده مش رقم ضئيل، ده رينج تقدر ان انت تتعامل بيه، تقدر انك انت تطلع بيه تكلفه تقريبيه لو حد بيسالك سؤال تقريبي. لكن الحقيقه والحق والصدق لازم حضرتك تقدر تعمل شوب درون. هنفترض ان احنا ماشيين بالتقريبي للدلاله مش اكتر 80 كيلو حديد، وتن الحديد ب 14000 جنيه، ولنفترض مثلا يا سيدي ان دول 1200 جنيه. يبقى انا زودت 1200 جنيه حديد على المكونات اللي عندي، خلاص؟ واحنا قلنا معلومه اهو ان متر المكعب الخرسانه فيه 80 كيلو حديد، بس دي معلومه افريج ليك انت. طيب عندنا حاجه اسمها سلك الرباط. سلك الرباط ده بنستخدمه ازاي؟ انا لازم ابدا اسعره. اكتب عندك معلومه دي، بص انا قاعد بقول لك معلومات تنفيذيه، هو بقى الكلام بيجيب بعضه. اكتب عندك كل تن حديد تسليح بيحتاج 7 كيلو سلك رباط. كل تن حديد تسليح بيحتاج 7 كيلو سلك رباط. طب احنا التن عايز 7 كيلو، طب احنا كان معانا 80 كيلو، يبقى عايزين قد ايه؟ خلاص اعمل مقص 80 في 7 على 1000، ما هو 1000 كيلو على 7، 1000 كيلو حديد مقص 1000 كيلو حديد هيحتاج 7 كيلو سلك رباط. يبقى ال 80 كيلو حديد اللي عندي هيحتاجوا قد ايه سلك رباط؟ 80 في 7 على 1000، شغل اللي هو بتاع ابتدائي بتاع زمان ده. يبقى انا اقدر اعرف السلك رباط اللي عندي قد ايه، واقدر اجيب السعر بتاعه، يبقى الموضوع بالنسبه لي انتهى. وهكذا. ثم تخش على المصنعية. هو النجار هيعمل لي متر مكعب الخرسانة، النجارة بقد ايه؟ أعمل ايه؟ أكلم النجار، أكلمه، أصل أنا ليا مهندس حبيبي سألته، مفيش حاجة اسمها مهندس حبيبك سألتك، هو مهندس حبيبك اللي أنت سألته وقال لك النجار ب 100 جنيه ده، يوم ما أنت تشتغل هيجيب لك النجار؟ لا طبعًا. فلازم تسأل صنايعية أنت عندك قدرة إنك تجيبهم وتشغلهم، ودي غلطة مهندسين كتير بيقعوا فيها، إن هو طول الوقت بياخد أسعار من ناس. يا حبيبي الاسعار، انا جيت قلت لك مثلا دلوقتي انت داخل تشطب شقتك، افهم بس معايا القصه دي. داخل تشطب شقتك، فقلت لي هندسه هو مصنعيه السيراميك المتر بكام؟ قلت لك ب 30 جنيه، هل ده معناه انك انت تقول خلاص شقتي هتتكلف 30 جنيه مصنعيه سيراميك؟ لا، ما تقدرش تسعر بكده في عمليه انت داخل تاخدها، لان 30 جنيه ده انا اللي بشتغل بيه بظروفي بموقعي بمواصفتي، لكن الله اعلم انت بظروفك بموقعك الصنايعي اللي بياخد مني ب 30 هياخد منك بكام؟ فدايما وانت شغال بتاخد المصنعيه بتاعتك لازم حضرتك تقدر تتكلم الصنايعيه بتوعك وتشرح لهم الوضع بتاعك وتاخد منهم الاسعار. انا عملت كده، انا بقول لك الكلام ده ما يرضي الله وامانه، والامانه عشان انا نفسي تاخد مني المعلومه، يبقى انا اديتها لك بمنتهى الصدق والضمير. فانا هكلم النجار، ايوه يا حاج فلان النجار، انا عندي شغلانه لبشه مواصفاتها كذا، عندي شغلانه قواعد كذا، هتاخد مني المتر الخرسانه بكام فيها؟ متر يعني كل متر خرسانه تعمل له نجاره بكام؟ هو بتتحسب كده ب 100 جنيه، يبقى اكتب 100 جنيه مصنعيه نجاره. ايوه يا حاج عادل يا حداد، انا عندي شغلانه ما اعرفش كذا، هتاخد مني متر الحداده بكام؟ فالراجل بيقول لك كل متر مكعب خرسانه حدادته هعمله لك بكذا، احنا بنسعر المتر. ماشي شكرا. الجماعه بتوع الصب، انا هصب لبشه 600 متر مكعب، هتصبها لي بكام؟ والله بس هناخد منك المتر ب 50 جنيه او جاي كده. فاهمين يا جماعه القصه ماشيه ازاي؟ وزود اختباراتك وزود كذا كذا كذا، يعني انت تبدا تتعامل، هو ده فكره التسعير، تبدا تزود 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 تزود، وكل حاجه تشوفها عامله ايه، وكل حاجه تشوفها عامله ايه، وكل خلي بالك الموضوع دراسه، يعني ده موضوع احنا بنعمله ويبقى ليه تفريده ووقته وشرحه يعني باستفاضه، فانا بحاول اديك فكرته عشان ما نخرجش بره اطار السيشن بتاعنا ان احنا نخش في تفاصيل تبدا تضايقنا. ظبطت القصه؟ لقيت واقف عليا متر مكعب الخرسانه ب 3000 جنيه، شكرا دي تكلفتي المباشره. انا احط 30% التكلفه الغير مباشره والربح، يبقى انا هقوم جاي كاتب عندي في المقايسه بتاعتي الخرسانه بتاعتي ب 4000 جنيه. فاهمين يا جماعه الفكره؟ ده بشكل عام بسيط بديتك مثال كده برضه عمليه التسعير بتحصل ازاي. احنا اتكلمنا في البدايه ايه الاشياء اللي انت تاخد بالك منها وانت بتسعر،
ثم اديتك مثال كده نبدا نلمس مش اكتر، بنلمس مش اكتر عن عمليه التسعير. فعايز بقى الناس تبدا اللي عنده اي سؤال يقوله ونجاوب مع بعض كده، ناخد ربع ساعه اسئله بس نحاول يبقى فيه نظام، يعني اللي خلاص انت سامع زميله بيسال يستناه وانا هجاوب على الناس كلها. فنبدا كده اللي عنده اي سؤال يقوله.